السلام عليكم. انا راني بين هدر هي حاجه واحده، نهار جمعه على مور صلاه الجمعه كنا عند لي سيرو في كتبت الناسيه، كانوا كاينين لابوليس سيفيل تما رفدونا وداونا بالقوه وبالضرب. وين الكوميساريه هذيك اللي تما؟ اما اللي كانت واحد الشيره دامر الاعلام تاع الامازيغيه الداخل في سروالها في الكولوار تاع عايشه تشوف فيها الشيره ولا بيت شكي. كاين انا وصحابي اللي كنا في كوميساريه نشاهدوا معاها، قلعوا لها سروالها الشرطه، قلعوا لها سروالها في الكولوار قدام الشعب وخرجوا الاعلام تاع الامازيغيه وضربوها. ما لا الشيره لا تسمع فيا، انا وصحابي اللي كنا تما ولا ثلاثه نشاهدوا معاك وانت بغيت تطلعي بهم شكوى. السلام عليكم. زيد اللي بغي يهضر بدا بيناتكم شهادات. شهادات انا السلام عليكم. انا باغي نشهد غير حاجه. نهار الخميس كنت واقف هنا، جا واحد البوليسي راكم شفتوه بالك سمعين هنا كان يدير سيركيلاسيون ماشي بيريا، بيريا كانوا معمرين هنا. جا كم واحد انجان جابه من ايه هو تاع السيركيلاسيون، دخل عليه مطرق قلت له داله في الفوركو، ومي يطلع في الفوركو كان ما شبعش بالضرب قاعد يضرب في التاقه. قال لهم هذاك الشوفير قال له ديه وقع له وغادي يطيح منا من. بون طلعنا هنا اللي قعدوا المراه هذيك اللي طيحوها برك شتوها ليه اللي كانت توق هذيك ديابيتي كاع الناس هذه اللي يقول لك داروا قدام تاع الانتخابات سي با فري. كنا كاع حاضرين هنا وراه معايا شهود وحدين اخرين كنا واقفين ليه، ومين قعد ماكري موجان حنا طيحوا ديك المراه ليه طاحوا عليها شحال من بوليشي على مراه. طلعنا هنا سكتونا ليه ورحت عند القد ليه هنا كان واحد طرو فوركون تعقلوا ليه ولا اربعه بين فوركون والحيط كانوا حاكمين واحد طرو جون مانيش عارف لا راهم هنا يهضروا انا شفتهم بعيني نشدرهم دايرهم لي مينوت ودايرهم اجونو وداخلين عليهم مطرق بين اللي كيسموه كي يروح واحد يجي واحد كي والله يقسم بالله كي يروح واحد يجي واحد. شوف في اليهود في اليهود في فلسطين ما كنشوفهم يحكموا فلسطينيين ما يديروش كيما هذه على رقبتي قلت لي في القنت انا بغيت نصور وخفت يديروا لي البورطاب قلت لي كنت اون فاس عليه خاطر كانوا واقفين لي هذه على رقبتي انا شفتها هذه شهاده قدام ربي على جماعه هذا الشيء اسمح لي ياك استاذ هذا الشيء اللي صرا هذا لو كان نزيدوا نسكتوا عليه مازال يلحقنا واحد القمع اللي اكثر من هكا مازال يلحقنا واحد القمع اللي اكثر من هكا راح تولي لا غيستابو تاع هتلر لازم كان ما الشعب ما يتحدش ونديروا القضيه تاعنا هذه تطلع الفوق ونديروا لي زافوكا يعاونونا لي زافوكا لي فولونتير ونديروا سيرتيفيكا ميديكال ولا ما يديروش سيرتيفيكا يجيبوا لي فيديو وتصاور الشهود انا نشهد قدام التلفزيون قدام الكاميرا شي اللي جبته ونعلف رانا نلعكوا واحد اللي جينا واحد الوقت يا جماعه تولي ياك شتوا الايامات اللي فاتوا حنا كنا مجمعين حتى يجيك واحد يقول لك اس اس سيكري معاهم هذا ولينا كيما فرنسا تخاف باش تولي تسمع تخاف باش تكون ولا بلا وعندك هذا وعاودوا يجوا داروا لنا البلبله هذيك تاع هذا في الحراك وراه قلب البيسا حرج روحك منا هذا ما نجمو لنا هنا قعدنا هنا خايفين قعدت الناس غير دور دخلوا لنا الشك الشك دخلنا حتى اللي كانوا معنا دخلنا الشك دوك ماذا بينا جماعه ان شاء الله نهار شوفوا لافير هذه انا اللي شفتها في بي بي سي في لندن راهم هضروا على الجزائر وراو لي فوتو وراه قال لك كاين واحد الجماعه تاع لي زافوكا في الخارج راهم يحوسوا باش كيفاش يديروا كونتاكت مع الجماعه تاع الجزائر ويدخلوا يعاونونا وكاين في بربر تي في في فرنسا ثاني وراو لي فيديو هذا تاع المراه وتاع الولد اللي غازا وهذاك وتاع المراه اللي طيحوها وراو كاع لي فيديو وراهم يهضروا بزاف واللي عندها الاوراس تي في ثاني عم يوروا فيها دوك ماذا بينا هاد لافير هادي يا جماعه اللي ما نسكتوش عليها حنا 10 شهور وحنا تمشوا ما صرا والو كيف هذوك من درنا بريزيدون دخلوا علينا مطرق انا شنو شادنا كنا كنمشيو في الزنقه كيما الغاشي ولا ديجا هنا على الخميس كنا غير واقفين حنا ما درنا والو ما كان لا مسيره لا تحيه دوك جماعه نهار الثلاثاء ان شاء الله مع لي زيتيديون يفوك سوا نجيو خطره اللي قالوا له هذا النظام بلي انا اوفورسي قال لك حاوروا لي ولا ما حاوروا المهم نقولوا للشعب اللي ما ماتش الشعب والجمعه ان شاء الله راهم ديجا عيطوك جماعه تاع البيض عيطه تاع سعيده عيط تاع زوزو تاع بويره تاع الجزائر كاع راه قال لك رانا جايين نعاونوا وهران راه يجيو لك سوتيا وراه نديرو نحيو نحيو القبائل الجزائريين كاع ونحيو القبائل الاحرار نحيو القبائل الاحرار ونحيو الجزائريين كيما الجي كيما تاع بويره كيما تاع زوزو كيما سطيف كيما عنابه خرجوا البارح خرجوا فريمون شوفوا خرج شوفهم خاطر انا ما عرفتش يوروا سطيف عنابه كاع راهي يخرجوا بويره دوك بويره واه بويره داروا اون بونكار الصباح وداروا سوتيا اورون برك شفتوها وقال لك حنا الفيديو اللي درتوها البارح وراوها لنا تاع الجماعه اللي كنا يهضروا من عندنا
اللي قالوا له رانا معك ما وسمعتني. هما دعاو دور الدعنينا قالنا برافو يا الوهرنا راكم شرفتوا كما درنا لهم حنا شرفتوا الجزائر ورانا جايين عندكم. هذه يا جماعه لازم ما نسكتوش عليها هذه. تشوفوا لا تموتنا كاين هذه المرحله اذا فات ولا فاتنا هذه المرحله والله غير نخلصوها غاليه والله غير نخلصوها غاليه. انا ما تحبناش وما خرجناش. والسلام عليكم هشام بن خرزه.